الله الرحمن الرحيم. ايها الثوار الاحرار، ايها الشعب الابي المناضل، نحن قد نزلنا الميدان اليوم كما حدث في 25 يناير. يحركنا عقل جمعي واحد وعناية واحدة وهدف واحد، وهو القصاص والمحاكمة السريعة. لقد غيبنا لمدة تزيد عن 5 أشهر، ولم يحدث حتى الآن أن تثبت الأدلة على القتلة والسفاحين بمجرد حتى الإثبات لندرك أو نتأكد أن المحاكمات تسير الاتجاه الصحيح. هناك تضليل وتواطؤ ومراوغة متعمدة، هناك تضليل وتواطؤ ومراوغة متعمدة، معتقدين أننا سوف نتناسى أو في فزاعة الفتن والاقتصاد والجوع. ومطالبنا كالآتي: أولا، إنشاء وتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة السفاحين والقتلة فورا. ثانيا، أن يسمى ميدان التحرير بميدان شهداء التحرير. ثالثا، أن يعلن يوم 25 يناير عيدا قوميا يكرم فيه أهالي الشهداء والمصابين كل عام. ثالثا، أن يعلن يوم 25 يناير من كل عام عيدا قوميا يكرم فيه أهالي الشهداء والمصابين كل عام. رابعا، أن يتم ضم اسم حسني مبارك وشخصه السفاح والمخلوع إلى كل قضية مرفوعة ضد كل قاتل، لأنه المسؤول الأول والأخير كما قال سيدنا عمر بن الخطاب. شكرا. يا شهيد يا مرتضى، يا شهيد. احنا جايين النهارده، سلام عليكم، جايين النهارده بنأكد ولا دستور ولا انتخابات ولا هتفرقنا يا مجلس يا عسكري. احنا جايين لمحاكمة، جايين لمحاكمة، جايين نطلب قصاص، محاكمة علنية لمبارك ونظام مبارك. حسني مبارك لازم يتحاكم، حكمه حسني الآن الآن، 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 شعبنا قالها من الميدان، حكمه حسني الآن الآن، شعبنا قالها من الميدان، عدوا 10 وعدوا 100، هنوريكم المليونية. والكلمة الوقت مع أستاذ علي أحمد. شعب مصر الكريم، شعب مصر السائب، ثانية واحدة يا أمي، ثانية واحدة. شعب مصر الكريم،